مثل ما انتم عارفين المهاجرين اللي موجودين هنا في غالبيتهم من الجالية الإثيوبية، وايضا لما يأتوا لليمن، اليمن ما زالت في حالة حرب، وبالتالي هناك الكثير من المخاطر التي تعترضهم. أوضاعهم ممكن أقول إنها سيئة، ويعني وتعكس واقع اليمن الحالي. هم يعني مهاجرين يعبرون عبر اليمن غالبا للمملكة العربية السعودية لتحسين أوضاعهم المعيشية.